كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع من تاريخه، وذلك عقب تقدم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء باستقالة الحكومة. فيما كلف الرئيس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المستقيل بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. بينضم لنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع. أستاذ مصطفى، برحب بحضرتك، تفاصيل أكثر عن استقالة حكومة محلب. أستاذ شريف مساء الخير. طبعا الاعتقاد السائد في الفترة الماضية أن هناك احتمال بأن يكون هناك تعديل وزاري. نعم. ربما لم يكن واردا وجود تغيير وزاري في هذا الوقت تحديدا نظرا لقرب إجراء انتخابات مجلس النواب، وقيل أن مجلس النواب سيكون هو صاحب القرار الأصيل في الموافقة على الترشيح الذي سيتقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان في إطار تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن الرئيس كما عودنا على المفاجآت، فإن القرار الذي اتخذ بالتأكيد اتخذ لحساب مزيد من الأداء، لحساب إجراء تغيير شامل وكبير. طبعا المهندس إبراهيم محلب أدى دوره بشكل فاعل وأساسي ولعب دورا مهما طيلة الفترة الماضية وتحمل الكثير من المشاكل والأزمات، ولكن يبدو أن هناك اتجاه بالفعل لأن يكون التغيير القادم برئاسة المهندس شريف إسماعيل تغييرا كاملا وشاملا، وأن تكون المهام المطروحة على المجلس القادم مهام بالتأكيد كبيرة، خاصة وأن هذه الحكومة التي سوف تستمر فيما أعتقد لمدة شهرين ثم تعرض على البرلمان بعد ذلك اختيار تشكيل حكومة جديدة، أعتقد لهذا الفلسفة في اختيار المهندس شريف إسماعيل. تمام. في ظن حضرتك أستاذ مصطفى التغيير سوف يكون شاملا كما كنت تعني باللفظ، يعني مش هيكون فيه ولا وزير من الوزراء اللي كانوا موجودين في حكومة المهندس إبراهيم محلب موجود في الحكومة الجديدة؟ لا أعتقد ذلك، ولكني أعتقد أن حزمة من الوزراء سوف يتم إبعادهم وفقا لتقارير الأداء المقدمة في الفترة الماضية من الأجهزة الرقابية والأجهزة المعنية. منذ قليل انتهى الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء القائم بأعمال رئيس وزراء الحكومة لتسيير الأعمال بعد أن التقى بمجلس الوزراء، وكانت هناك كلمة وداعية لهذا المجلس وقراءة يعني نص ما تم تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي من خطاب الاستقالة، وانتهى الأمر عند هذا الحد. وأتصور أن المهندس شريف إسماعيل سيبدأ على التو في استقبال العديد من المرشحين للمناصب الجديدة. الفترة الماضية كان الكلام يدور كثيرا حول تغيير حزمة من الوزراء وتجهيز أو الاستعداد لاختيار عناصر جديدة ربما تتميز بالحيوية الأكثر بالخبرة الأكثر، ولكن في النهاية نحن في انتظار التطورات القادمة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع. بينضم لنا على الهاتف، أنا مش عارف هو موجود معنا ولا لا، الكاتب الصحفي أستاذ عبدالله السناوي. أستاذ عبدالله حضرتك.